السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله غنتعرفوا على بعض الصفات التي تستعمل لوصف الأشياء، وهناك أيضا بعض الصفات التي سأذكر تستعمل لوصف الأشخاص. فكل صفة سأركبها في جملة أو سأعطيها في مثال، فتابعوا الدرس إلى الآخر. فأول صفة عندنا هي bon et bonne. بون بالنسبة للماسكولان يعني كنستعملوها مع المذكر، وبون كنستعملوها مع المؤنث اللي كتعني جيد. بون هي جيد، وبون هي جيدة. دونك بون جيد، بون جيدة. بالنسبة للكونتخير أو الضد نتاع بون هو موفي. موفي دونك بون هو جيد، وموفي هو رديء أو سيء. دونك موفي و mauvaise. mauvais كنستعملوها مع المذكر او الماسكولين، و mauvaise كنستعملوها مع المؤنث، يعني داك الاسم اللي بغينا نوصفه الا كان مفرد مذكر فغنستعملو معاه بون او mauvais، و الا كان مؤنث يعني مفرد مؤنث فغنستعملو معاه بون او mauvaise. نشوفو اكزامبل او مثال. le sport est bon pour la santé. Le sport est bon pour la santé. Donc, الرياضة جيدة للصحة. Donc, le sport est bon pour la santé. الرياضة جيدة للصحة. الصفة الثانية. Beau et belle. Beau, belle. بالنسبة لبو هي هو جميل. جميل, beau. و belle هي جميلة. Belle. دونك بو جميل، بيل جميلة. هناك واحد الصفة اللي بزاف الناس ما كيفهموش شنو كتعني، اللي هي بيل. فبيل هي بو، نفس المعنى تماما. بو هي بيل، فيها غير ال وحدة، بي او ال. فبو كنستعملوها الا بغينا نوصفو شي شيء جميل، فكنقولو مثلا ان بو تابلو. ان بو تابلو يعني تابلو جميل. فهنا بو كنستعملها قبل من الاسماء اللي هما ماسكولين سينغولي، ولكن كيبداو بكونسون يعني مفرد مذكر، وكيبدا بكونسون يعني لي كونسون اللي هما بي سي دي اف جي اس تي ايتترا. وبيل كنستعملها ايضا مع الاسماء اللي هما مفرد مذكر، ولكن يكون كيبدا فويل او اش موي. داكوغ، مثلا ان بيل وازو. ان بيل وازو، فبما انه هنا عندنا وازو كتبدا بفويل ميمكنش نقولو ان بو وازو، لان بو كتنتهي بفويل، ميمكنش نستعمل معاها وازو اللي كتبدا ايضا بفويل. دونك كنقولو ان بيل وازو. داكوغ، دونك هذا هو المعنى نتاع بيل اللي بزاف الناس ما كيعرفوش. دونك بيل راه هي بو، نفس المعنى تماما، كتعني ايضا جميل، يعني ان بيل وازو هو عصفور جميل. داكوغ. بالنسبة للصفة الثانية أو يعني الكونتخيغ أو الضد نتاع بو، اللي هي لي. لي عندنا بو هي جميل، وبل هي جميلة. بالنسبة لي هي قبيح، ولاد هي قبيحة. دونك لي هنا ما كنطقوش لا لتر دي، ما كتنطقش، كنقولو لي. لي قبيح هي لي. وبالنسبة للفيمينا أو المؤنث هي لاد. لاد. نشوفو اكزامبل او مثال. hier j'ai vu un beau spectacle. hier البارحة او امس. j'ai vu رأيت، يعني j'ai vu هنا لو باسي كومبوزي. j'ai vu لو فيرب voir تعرفنا عليه سابقا. دونك j'ai vu un beau spectacle. لو سبيكتاكل هو العرض. un beau spectacle هو عرض جميل، يعني امس رأيت عرض جميل. فنتمنى يكون واضح لكم بالنسبة لبو وبال لي لاد، فهنا قلت دي ما كنطقوهاش. الصفة الثالثة grand grande. في الماسكولين grand والفيمينين grande. بالنسبة لغران هي كبير، و grande هي كبيرة. دونك grand ما كنطقوش دي grand، ولكن في الفيمينين كنطقوها، كنقولو grande. بالنسبة للكونتخير او الضد نتاع grand هو petit. petit بالنسبة للمذكر، و petite بالنسبة للمؤنث. دونك بالنسبة لpetit ما كنطقوش تي، وفي الفيمينا كنطقوها، كنقول petite. petit petite كتعني صغير. petit هو صغير، و petite هي
صغيرة. نشوفوا إكزامبل أو مثال. Le plus grand pays du monde est la Russie. Le plus grand pays du monde est la Russie. Donc le plus grand, il y a akbar, pays, il y a daoula, du monde, fil alam, le monde ou l'alam, et la Russie. Russie, il y a Russia. Donc le plus grand pays du monde, il y a akbar daoula fil alam, et la Russie, il y a Russia. نشوفو الصفة الموالية فور فورت فور بالنسبة للمشكولة هي قوي وفورت هي قوية دونك فور فورت هنا أيضا تي لا ننطقها نقول فور فور فورت قوي وقوية بالنسبة للكونتخير أو ضد نتاع فور هي فابل فابل كتعني ضعيف أو ضعيفة فبالنسبة للفابل فكنستعملوها مع المذكر ومع المؤنث يعني مع الماسكولا ومع الفيمينا دونك فابل كنقولوه للماسكولا والفيمينا اللي هي ضعيف أو ضعيفة نشوفوا اكزامبل أو مثال أحمد est fort en calcul أحمد est fort en calcul كتعني أحمد est fort قوي en calcul في الحساب أحمد قوي في الحساب دونك قلنا فور هي قوي وفابل هي ضعيف الصفة الأخرى long 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 بالنسبة long كتعني طويل long هي طويل و long هي طويلة طويلة دونك long ما كندخلش هنا جي كندخل غير او ان كنقولو long وبالنسبة long فكنتقو جي دونك long long فقلنا دائما جي اللي كنحداها U كنقراوها بج ج ماشي جي دونك كنقراوها بج لأنو تبعها U الكونتخير أو الضد نتاع long هو كور هي قصير وكورت قصيرة دونك كور قصير كورت قصيرة فبالنسبة لكور لا ننطقو تي وكورت يعني في المؤنث ننطقها نقول كورت نشوفوا اكزامبل او مثال En été les jours sont plus longs qu'en hiver En été les jours sont plus longs qu'en hiver Donc l'été هو فصل الصيف l'été En été يعني في فصل الصيف les jours هما الايام les jours sont plus longs دونك هنا بالنسبة لون فاستعملنا معها اس لأنها بلوريال أو جمع لأنه أن لي جور اللي وصفنا هما الأيام دونك لي جور هنا بلوريال دونك حتى هاد الصفة خصها تكون بلوريال أو جمع داكوغ إلا كان الاسم اللي غنوصفو سانغوليي فكتكون الصفة حتى هي سانغوليي يعني مفرد ولكن إلا كان الاسم اللي بغينا نوصفو بلوريال أو جمع فالصفة أيضا كيخصها تكون جمع أو بلوريال دونك اون إيتي يعني في الصيف Les jours sont plus longs qu'en hiver. L'hiver هو فصل الشتاء. يعني في فصل الصيف أو في الصيف تكون الأيام أطول من فصل الشتاء. فبالنسبة هنا لهاد الصفات فإلا كان الاسم اللي بغينا نوصفه فيمينا فالصفة التالية كيخصها تكون فيمينا يعني مؤنثة. إلا كان الاسم اللي بغينا نوصفه ماسكولان مذكر كيخص الصفة التالية تكون ماسكولان مذكر. إلا كان الاسم اللي غنوصفه بلوريال أو جمع فالصفة أيضا كيخصها تكون بلوريال أو جمع نتمنى يكون واضح لكم الآن مروا الصفة الأخرى فاسيل 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 كتعني سهل أو سهلة فبالنسبة لفاسيل كنستعملوها مع الفيمينا ومع الماسكولا يعني مع المذكر ومع المؤنث بالنسبة للضد نتاعها أو الكونتخير هو ديفيسيل ديفيسيل كيعني صعب أو صعبة ديفيسيل هنا أيضا ديفيسيل كنستعملوه مع المذكر ومع المؤنث دونك فاسيل هو سهل وديفيسيل هو صعب نشوفوا اكزامبل او مثال سو بويم اي ديفيسيل ا لير سو بويم هو القصيده يعني قصيده شعريه سو بويم اي ديفيسيل ا لير ديفيسيل يعني صعب ا لير صعب القراءه دونك هذه القصيده صعبه القراءه هذه القصيده صعبه القراءه داكوغ دونك عندنا فاسيل و ديفيسيل الصفة الأخرى غابيد غابيد فغابيد كتعني سريع أو سريعة
رابيد. هنا ايضا رابيد كنستعملوها مع المؤنث ومع المذكر. رابيد سريع او سريعه. الكونترير او الضد نتاع رابيد هو لون. لون هنا لا ننطق تي، تكتب بالتي ولكن لا ننطقها، نقول لون. لون كنستعملوها بالنسبه للمذكر كتعني بطيء لون، وبالنسبه لونت كنستعملوها بالنسبه للمؤنث اللي كتعني بطيئه بطيئه. لونت دونك لون، لونت رابيد سريع، لون بطيء، لونت بطيئه. نشوفوا اكزامبل او مثال. كريم doit redémarrer son ordinateur car il est trop lent. Karim doit redémarrer son ordinateur car il est trop lent. Karim doit alayhi ou يجب عليه redémarrer إعادة تشغيل. فdémarrer هي تشغيل و redémarrer هي إعادة تشغيل. Son ordinateur الحاسوب الخاص به أو حاسوبه car لأنه il est trop long بطيء جدا. دونك قلنا long هي بطيء و trop long هي بطيء جدا. دونك كريم doit redémarrer son ordinateur car il est trop long. يجب على كريم إعادة تشغيل حاسوبه أو الحاسوب الخاص به لأنه بطيء جدا. دونك قلنا rapide هو سريع و long هو بطيء. نمر الصفة الأخرى large. عندنا large، فلارج أيضا كنستعملوها بالنسبة للفيمينا والماسكولا يعني المذكر والمؤنث. large كتعني واسع، واسع هي large. بالنسبة للكونتخير أو الضد نتاع large هو étroit. étroit فبالنسبة لétroit تكتب بالتي ولكن لا ننطقها، نقول étroit بالنسبة للمذكر يعني ضيق. بالنسبة للمؤنث كنقولو étroite. étroite يعني ضيقة. étroite d'accord. donc large le contraire نتاعها هو étroit أو étroite. نشوفو exemple أو مثال. cette route est très étroite. cette route est très étroite. donc cette route هي طريق، هذه الطريق أو هذا الطريق est très étroite ضيقة جدا. donc cette route est très étroite، هذه الطريق ضيقة جدا أو هذا الطريق ضيق جدا. donc قلنا large و étroit. نمر للصفة الأخرى riche. riche كتعني غني أو غنية. هنا أيضا riche كنستعملوها مع الماسكولين المذكر والفيمينا المؤنث. donc riche هو غني أو غنية. le contraire أو ضد نتاع riche هو pauvre. pauvre pauvre هو فقير أو فقيرة. هنا أيضا هذه الصفة كنستعملوها مع المشكلة ومع الفيمينة يعني مع المذكر ومع المؤنث. دونك قلنا ريش هو غني و pauvre هو فقير. اكزامبل أو مثال. les gens riches aiment visiter les boutiques de luxe. les gens riches aiment visiter les boutiques de luxe. بالنسبة لي جون ريش هما الأغنياء. فهنا ممكن نقولو لي جون ريش أو لي ريش. لي ريش هما الأغنياء. أم يحبون فيزيتي زيارة لي بوتيك دو لوكس، هما المتاجر الفاخرة. فبالنسبة هنا لفيزيتي هذا الفعل فيزيتي أو الفيرب فيزيتي خليناه في حالته الطبيعية يعني الانفينيتيف. لماذا؟ لأنه le verbe aimer صرفناه. donc le verbe الثاني خليناه في حالته الطبيعية. فكيف كنقول لكم دائما إلا عندنا شي فراز وفيها دو فيرب يعني واحد تابع الآخر، فالأول كنصرفوه والثاني كنخليوه في حالته الطبيعية ما كنصرفوش. نتمنى يكون واضح لكم، يعني هذه غير بين قوسين. alors les gens riches aiment visiter les boutiques de luxe. نمر الصفة الأخرى propre. propre كتعني نظيف أو نظيفة. donc propre. فبالنسبة لبروبر أيضا كنستعملوها مع الماسكولا ومع الفيمينا. propre هو نظيف أو نظيفة. الكونتخير نتاع propre هو sale. sale sale يعني متسخ أو متسخة. donc عندنا propre نظيف و sale متسخ. بالنسبة للسال أيضا فكنستعملوها مع الماسكولا والفيمينا يعني مع المذكر والمؤنث. نشوفوا اكزامبل أو مثال. Je garde
toujours ma maison propre. Je garde toujours ma maison propre. Je garde وحافظ toujours دائما toujours كتعني دائما ma maison منزلي propre نظيف. Donc je garde toujours ma maison propre كتعني انا دائما احافظ على نظافة منزلي. Donc عندي propre نظيف sale متسع. الصفة الاخرى او فبالنسبة لأو كتعني عالي عالي او وبالنسبة للفيمينا او المؤنث اوت اوت فبالنسبة لأو بزاف الناس اللي كيقولوا لها هو فبزاف الناس اللي كيقولوا مثلا هوت بارلور هوت بارلور فهذا خطا كنقولوا لو او بارلور او بارلور فهنا ا او فهنا ا او قريناها ب او والتي واخا كتبناها لا ننطقها داكوغ دونك او عالي هي او وعاليه هي اوت اوت بالنسبه للكونتخير او الضد نتاع او هو با با يعني منخفض با داكوغ دونك او الكونتخير نتاعو هو با و اوت يعني عاليه الكونتخير نتاعها هي باس منخفضه باس دونك او با اوت باس نشوف اكزامبل او مثال aujourd'hui la température est basse aujourd'hui la température est basse ف aujourd'hui كتعني اليوم la température درجة الحرارة est basse منخفضة اليوم درجة الحرارة منخفضة فقلنا basse هي منخفضة وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة نتمنى درس اليوم يكون واضح لكم فهاد الصفات اللي تعرفنا عليهم كيتسموا باللي زادجيكتيف كاليفيكاتيف كنستعملوهم إلى بغينا نوصفوا الأشياء أو الأشخاص فهناك بعض الصفات اللي ذكرت كنستعملوهم أيضا لوصف الأشخاص نتمنى يكون كل شيء واضح لكم ما تنساوش تشاركوا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيتعمل فائدة ونتلقاو في الدرس المقبل إن شاء الله.